قبل أكثر من 20 سنة خاض لاعب الشطرنج الأسطورة غاري كاسباروف واحدة من أعظم مباريات الشطرنج في التاريخ ضد خصم استثنائي هو حاسوب ديبلو من شركة IBM. كانت النتيجة خسارة كاسباروف في هذه المباراة سنة 1997 وفقدانه للقب العالمي. وبعد أيام سيتهم كاسباروف شركة IBM بالغش واستخدامها لاعبين احترافيين لأن النقلة رقم 44 التي تسببت في إرباكه ثم خسارته نقلة يستحيل أن يقوم بها جهاز كمبيوتر مهما بلغت درجة قوته. في تلك الأثناء انطلقت موجة عالمية من نظريات المؤامرة والتي مفادها أن عصر الحواسيب المفكرة قد بدأ وأن البشرية على وشك مواجهة شيطان آلي لا قبل لها به. وبعد مرور عقد من تلك الخسارة حدثت مفاجأة صارخة حيث صرح أحد مهندسي ديبلو في IBM أن كاسباروف خسر تلك المباراة بسبب خلل في الكمبيوتر حيث أن خوارزمية ديبلو قامت بحركة عشوائية في النقلة رقم 44 بعد عجزها عن فهم اللعبة أصلا. كانت الضجة السابقة ونظريات المؤامرة وأفلام هوليود كلها من أجل حركة عشوائية واتضح أن الناس كانوا مخطئين بشأن ديبلو وما زالوا يعتقدون أن تلك الآلة إلى اليوم هي ذكاء اصطناعي. في الواقع لم يكن ديبلو سوى حاسوب عملاق يتكون من 32 معالج CPU وكان في وسعه تجربة 200 مليون احتمال في الثانية واختيار أفضلها. لقد كانت ديبلو عبارة عن خوارزمية مينيماكس حرفيا ولكن ما يحسب لIBM فعلا هو قدرتها على تصميم حاسب خارق الأداء بمعايير ذلك الوقت وقد حققت نجاحا باهرا في وضع أسس للحوسبة المتوازنة. للأسف لن يقدر للبشرية أن ترى ذكاء اصطناعيا حقيقيا قادرا على هزيمة لاعب محترف في إحدى الألعاب البالغة التعقيد إلا بعد سنة 2016. هذه السنة ستشهد حدثا تاريخيا سيتسبب في بداية ثورة صناعية رابعة. مرحبا، معكم رحال من موقع pythonation.com. في هذا الفيديو سنتحدث عن الحركة رقم 37 وكيف ستغير نظرة البشرية نحو الآلة وكيف ستكون السبب في بداية ثورة صناعية رابعة. قبل البداية المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس وعلى بركة الله. لعبة جو هي أقدم لعبة استراتيجية في التاريخ كونها اللعبة الوحيدة التي لم يتم التعديل عليها منذ أكثر من 3000 سنة. هذه اللعبة في الأساس هي لعبة طاولة ذات قواعد بسيطة جدا حيث يتبارى لاعبين بوضع أحجارهما للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الرقعة وإحاطة أحجار الخصم والاستيلاء عليها وبسط نفوذه. ولكن ما الذي يجعل هذه اللعبة مميزة؟ وما الذي دفع الخبراء إلى الجزم بأن الحواسيب لن تستطيع لعب هذه اللعبة إلا بعد سنة 2100 ميلادية؟ لعبة جو رغم بساطة قواعدها إلا أن حلها يعتبر من المسائل ذات المجموع الصفري مع استراتيجية بالغة العمق والتعقيد وتعتمد في كثير من الأحيان على الحدس. فالنظريات تقول بأن هذه اللعبة من أكثر الألعاب تعقيدا وتصل عدد احتمالاتها إلى أكثر من عدد ذرات الكون والذي يساوي تقريبا 10^172 وهذا عدد خيالي يستحيل تصوره. عدد خيالي من الاحتمالات تعجز عن إحصائه حتى أقوى الحواسيب المتاحة اليوم. لهذا بقيت لعبة جو مقياسا ودليلا على استحالة تفوق الآلات على البشر. ولكن هذا سيتغير بحلول سنة 2016 مع خسارة الأسطورة العالمية لي سيدول أمام خوارزمية ألفا جو. للإشارة فقط، لي سيدول ليس مجرد لاعب عادي، إنه اللاعب الأسطوري الذي فاز ب 18 بطولة عالمية ويصنف كأصغر لاعب يصل إلى المستوى التاسع من هذه اللعبة. لمعرفة مدى صعوبة واحترافية هذا المستوى يكفي فقط معرفة أن الكثير من الأبطال لم يتجاوزوا المستوى الثاني وأن بطل أوروبا لسبع مرات هو فقط في المستوى الثالث. لي سيدول سيقبل التحدي ضد ألفا جو في 5 مباريات وكما هو معروف فألفا جو هو عبارة عن ذكاء اصطناعي تم تطويره في مختبرات ديب مايند وهي شركة تابعة لجوجل. فلنتعمق قليلا في الأساس الخوارزمي لذكاء ألفا جو. يستخدم ألفا جو شبكتين تلافيفيتين عصبيتين وهي نفس الشبكات التي شرحناها في الفيديو السابق أثناء الحديث عن شبكة الجان. الشبكة الأولى تدعى شبكة المصادقة Policy Network وقد تم تدريبها على صور 160 ألف مباراة
أي حوالي 30 مليون حركة في اللعبة، وقد استغرق تدريبها 3 أسابيع متتابعة على حاسوب عنقودي خارق بقوة معالجة تقدر ب50 وحدة GPU. أقصى ما وصلت إليه شبكة المصادقة من الدقة هو 57% فقط. للتذكير، الغرض من شبكة المصادقة هو اقتراح النقلات الواعدة على لوحة جو، وما زالت هذه الشبكة ضعيفة جدا مقارنة بلاعب محترف. الشبكة الثانية هي شبكة القيمة Value Network، وظيفتها تقييم الحركات التي تقترحها شبكة المصادقة لتحديد احتمالات الفوز باللعبة مع كل نقلة جديدة للأحجار على الرقعة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف تستطيع هذه الشبكة تقييم الحركات وتحديد أفضل سيناريو ممكن للنقلة المقبلة؟ الجواب بسيط ومذهل في نفس الوقت، وهو التقنية التي أدت إلى الحركة 37 التي تعتبر أعظم تجسيد لتقنية تعلم الآلة، حيث أن الشبكة المصادقة بعد تدريبها تقوم بلعب جو مع نفسها 100,000 المرات بينما تراقبها شبكة القيمة للتعلم من حركاتها على الرقعة. وفي كل مرة تلعب فيها شبكة المصادقة ضد نفسها، فإن شبكة القيمة تتعلم شيئا جديدا من اللعبة الفائزة ثم تستخدمه لتطوير أداء شبكة المصادقة. وقد أخذ تدريب شبكة القيمة 2 أسبوعا كاملا، وأثناء تدريب الشبكتين تم استخدام خوارزمية مونتي كارلو لبناء شبكة البحث واختيار أفضل الحركات على الرقعة. إذن باختصار شديد، ألفاجو هي عبارة عن شبكتين تلافيفيتين عصبيتين بالإضافة إلى خوارزمية مونتي كارلو التي يرجع ابتكارها إلى سنة 1940. ألفاجو هي نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يندرج ضمن تعلم المعزز. أثناء التدريب تقوم ألفاجو باستخدام تقنية المقاربة الجشعة للتركيز على أفضل حل في كل خطوة بدل السعي إلى حل واحد لكامل المشكل. ولفهم أكثر لهذا النوع من الخوارزميات يوجد مقال على موقع بايثونيشن بعنوان الخوارزمية الجشعة بلغة البسطاء. الآن وبعد أن فصلنا بنية ألفاجو، هل تعتقد أن مثل هذا النوع من الذكاء الاصطناعي قادر على منافسة لاعب أسطوري مثل لي سيدول؟ كما كان مقررا تم إجراء المباراة الأولى في العاصمة الكورية سيول بتاريخ 9 مارس 2016. بدأت المباراة بسيطرة لي سيدول على الرقعة، ولكن في 20 دقيقة الأخيرة سرعان ما فقد ثقته أمام الحركات الجميلة لألفاجو، ليتفاجأ العالم بأول خسارة في التاريخ للاعب محترف ضد ذكاء اصطناعي في لعبة كاملة التعقيد. انتهت اللعبة الأولى وساد القاعة شعور واضح بالحسرة والألم، وكأن لي سيدول كان آخر أمل للبشرية أمام الذكاء الاصطناعي. لي سيدول بعدها سيعتذر للشعب الكوري على خسارته، واعترف بأن السبب في خسارته هو استهانته بألفاجو. بعد يوم واحد فقط انطلقت المباراة الثانية، والتي لم يكن أحد من المتابعين يتوقع أن تثير ضجة أكثر من سابقتها، حتى حدثت المفاجأة التي ستغير نظرة العالم للآلة. بعد لعبه الحركة رقم 36 خرج لي سيدول لتدخين سيجارة وأخذ قسط صغير من الراحة. أثناء عودته وجد ألفاجو قد لعب حركة غريبة جدا. هذه الحركة سببت الارتباك لمهندسي ديب مايند لدرجة أنهم شككوا في وجود خطأ في البرنامج، لأن هذه الحركة في نظر لاعبي جو تعتبر حركة خاسرة، ومع ذلك اعتبرتها خوارزمية ألفاجو صحيحة وواعدة. لي سيدول لم يكن أقل حيرة من الجميع، ولكنه ابتسم بخبث لأن هذه الحركة رقم 37 تعتبر حركة غبية وغير مدروس. بعد دقائق فقط بدأ لي سيدول يفقد مراكز السيطرة في الرقعة، وكأن كل حركة يقوم بها لإنقاذ نفسه لا تزيده إلا دنوا من الخسارة. ووصولا للحركة رقم 211 كان قد خسر اللعبة بالكامل أمام ألفاجو. النقلة 37 كانت حركة مصيرية للعبة، فما الذي حصل بالضبط؟ الذي حصل هو أن شبكة ألفاجو العصبية في مرحلة تدريبها طورت منظورا جديدا للعبة جو، وتعلمت استراتيجية خاصة قادتها للعب حركات جديدة وأصلية في قالب عجيب أشبه ما يكون بالإبداع البشري.
الحركة 37 فاجأت الجميع، وكانت لحظة تاريخية في العصر الحديث، لأنها حولت الانتباه لعلوم الذكاء الاصطناعي من مجرد علوم ثانوية لا يكترث لها إلا قلة قليلة في هذا العالم إلى تقنية ضرورية تتسابق الشركات والحكومات في أرجاء المعمورة للسيطرة عليها. وعادت الحياة للأوراق العلمية التي كانت تتناول تعلم الآلة Machine Learning والتعلم العميق Deep Learning بشكل خاص، وافتتحت بفضلها تخصصات جديدة في الجامعات عبر أنحاء العالم، وانتقلنا إلى مرحلة جديدة من البحث العلمي وإلى ثورة صناعية رابعة كانت بدايتها سنة 2016. في نهاية المباراة كان هذا تصريح لسيدول. إذن ما الذي استفاده العالم من الحركة رقم 37؟ أولاً، استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث الطبية سيسمح باكتشاف وتجربة أدوية جديدة في وقت قصير، وسيساعد على توقع الإصابة بمختلف الأوبئة بناء على التعلم المسبق من بيانات المرضى. ثانياً، استخدام الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على فهم العالم من حولنا واستكشاف الفضاء الخارجي. ثالثاً، استخدام الذكاء الاصطناعي سيضيف حقلاً جديداً للاقتصاد وعلوم الاجتماع، وسيساهم في تحسين الموارد البشرية. رابعاً، الذكاء الاصطناعي سيساهم في مجهودات البشر لإنقاذ البيئة وحلول الطاقة. الذكاء الاصطناعي سيسيطر في الأيام القادمة على المزيد من المجالات التي تلمس وتؤثر على حياتنا كبشر، إما بشكل إيجابي كما نتمنى أو بشكل سلبي كالذي تتوقعه أفلام هوليوود. وأخيراً، لقد قمنا باستطلاع للرأي حول ثقة الناس في قدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات أصلية لم تتم برمجته عليها، وشارك فيه أكثر من 400 شخص، وكانت النتيجة كالتالي: 80% أجابوا بنعم، وما 20 الباقية فهم يشككون في ذلك. سواء كنت تتفق مع الأغلبية أم لا، أخبرنا برأيك في التعليقات أسفل الفيديو. ويبقى السؤال الأهم هنا: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون معصوما من الخطأ؟ هذا السؤال سيحاول الدكتور محمد قاسم أن يجيب عنه في قصة قصيرة تحمل نفس العنوان، ستجدون رابطها أسفل الفيديو. كل المصادر التي اعتمدنا عليها في إنتاج هذا الشرح ستجدونها في الوصف أسفل الفيديو. إذا أعجبك الفيديو المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاهدة الفيديو السابق. شكرا.